مدومين دوام عادي مش احداث. اجانا اتصال على العمليات على 101 انه في اصابه، ثم نقلناها على الحمالة العسكرية. توجهنا الى مركبة الاسعاف. زميلي كان من عند الشايل من الحمالة العسكرية من عند الهيد، انا من عند البوثلق. الحين زميلي دنك بده طمل، بده يحط الإصابة في داخل الإسعاف، أنا من ورا بدي أحط الإصابة في الإسعاف. ما شفت إلا حطيت الطلق مباشر من تحت باب الإسعاف في لفتني، سقطت على الأرض. بعدها بعرفش إيش صار معاي يعني لحتى الآن. يعني أنا في عندي شظايا ضرب في العصب، وعندي شظايا داخل العظم. الإصابة في ركبتي الشمال، مدخل بدون مخرج. بقول لك زي صرت انا مريض نفسي من قصه الاصابه، عصبي، مشاكل كثير.